والآن مشاهدينا موعدنا مع الأحوال الجوية. وعودة مرة أخرى وأخيرة إليك مربط. شكرا أميرة وإيمان، وأهلا بكم مع مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من عواصم الجمهورية، وهي القاهرة العظمى ستكون 28 والصغرى 18، الإسكندرية 24-17، مطروح 23-16، بورسعيد 24-18، إسماعيلية 29-17، السويس العظمى ستكون 28 والصغرى 18، العريش 25-16، طابق 32-19، شرم الشيخ 33-25، غردقة 32-24، الأقصر العظمى 40 والصغرى 24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 39-23، شلاتين 36-23، وأخيرا حلايب العظمى ستكون 32 والصغرى 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.